اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. صحيفه البصائر: مفوضيه حقوق الانسان توثق 49 جريمه اغتيال و72 محاوله اختطاف. العرب اللندنية: برهم صالح يهدد بتكليف رئيس وزراء مؤقت لتجاوز الأزمة السياسية. الزمان: سجال بشأن مرشح الحكومة وصالح يحرج الكتل بمهلة التكليف. وفي المدى: جماعات الكاتيوشا تتسبب بإيقاف تحليق مقاتلات F-16. العربي الجديد: اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في غزة الأسبوع القادم لمواجهة صفقة القرن. الخليج الإماراتي: الفلسطينيون ينعون الخطة الأمريكية بتظاهرات وإضراب شامل. أما في القدس العربي: قوات النظام السوري تتوغل شمالا وأردوغان مسار أستانا انتهى. أهلا بكم من جديد. نبدأ مع صحيفة الدستور العراقية التي يرى فيها باسم الشيخ بأن إصرار السلطة وأحزابها على استخدام العنف المفرط مع المتظاهرين واستمرار سقوط الشهداء وجرحى صار يلفت نظر المجتمع الدولي ويحرك آلته الإعلامية والدبلوماسية، وهي مؤشرات على إمكانية خروج الأزمة من إطارها المحلي إلى فضاء التدويل. البيان الذي أصدره سفراء 16 دولة وأدانوا فيه استخدام السلطة وقواتها الرصاص الحي ضد المتظاهرين واقتحام الساحات ومحاولة فضها بالقوة من قبل مسلحين مجهولين، هو بداية غير سعيدة للحكومة، لأنه فعل دبلوماسي كبير يؤشر إلى عدم رضا الدول الكبرى لما يحدث في العراق، لا سيما وأن السفراء الموقعين على البيان يراقبون عن كثب أوضاع التظاهرات وطريقة تعامل السلطات معها بشكل يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية. ولعل اللهجة الشديدة التي تناولها البيان مذكرا وعود الحكومة بحماية المتظاهرين وعدم التزامها وغياب قدرتها على ذلك هي النقطة المحورية التي تؤشر صراحة إلى تهديد مبطن قد تلجأ معه الدول الموقعة على البيان ومنها أعضاء في مجلس الأمن للتحرك لتقديم مشروع قرار قد تضع الحكومة والقوى السياسية والعملية السياسية بكاملها أمام دعوة أممية للتدخل لحماية الشعب العراقي وفرض عقوبات أو شروط قاسية قد تطيح بكل شيء. الاستهانة بالبيان الدولي وتجاهل الإدانة الدولية للسلوكيات ضد المتظاهرين سيدفع بالعالم للتوحد ضد القوى السياسية واتخاذ خطوات كارثية على العراق، مع عدم إدراك القوى العراقية لخطورة ذلك وتجاهلها للتحذيرات واستمرارها بقمع الاحتجاجات بدعوى الحفاظ على الأمن متجاوزة قواعد الاشتباك الدولية في التعامل مع التظاهرات. الكاتب يرى أن تدويل الأزمة سيتسبب بخسارة كبيرة للقوى السياسية وللعراق، وهو دلالة عجز واستقواء السلطة واستخفافها بحياة مواطنيها، مما يدفع بالعالم إلى التدخل ليكون البديل لتوفير الحماية للشعوب التي تتوغل فيها السلطة على الحقوق المدنية الدستورية لمواطنيها. يواجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر معضلة في الموائمة بين حركة احتجاجات شعبية تطالب بالسيادة الوطنية الكاملة وإصلاح شامل للعملية السياسية، وبين حرصه على الحفاظ على مكتسبات تياره السياسية والشعبية. مصطفى فحص يقول في صحيفة الشرق الأوسط بأنه مع تمسك الانتفاضة بمطالبها تتراجع فرص التيار الصدري في التماهي مع حركة إصلاحية بطبيعة ثورية ترفع شعارات القطيعة مع مرحلة ما بعد 2003.
تمكنت الانتفاضة من فرض شروطها على الطبقة السياسية التي فشلت في مهمتين: الأولى محاولة إخمادها، والثانية في أن تكون جزءاً منها. وقد أدت استدارة الصدر الأخيرة إلى قطيعة شبه كاملة مع انتفاضة الأول من أكتوبر، وقد نجحت سريعاً في تعويض الزخم الشعبي بعد خروج جمهور الصدر من الساحات، وحولت قرار الانسحاب إلى أزمة داخل صفوف التيار الذي يعاني صعوبة في تحديد خياراته بسبب خطوات ضبابية قام بها زعيمه في الفترة الأخيرة لا تنسجم مع الأدبيات التاريخية للحركة الصدرية وهويتها العقائدية. من الصعب أن تتلائم قرارات الصدر في احتضان تيارات ولائية كرست عملها لصالح المشروع الإيراني مع قواعده الشعبية في ذروة صعود الوطنية العراقية ونضوج مفهوم الدولة في الوعي الجماعي الشيعي العراقي، مما يدفع إلى التشكيك في قدرة الصدر على الاستمرار في هذه الخيارات، خصوصا قيادته لما باتت تعرف بالمقاومة الدولية التي أطلقت من إيران، والتي تحتاج لقوة الصدر في هذه المرحلة لمواجهة الضغوط الأمريكية عليها من جهة، ومن جهة ثانية في ضرب حركة احتجاجات تشكل تهديدا غير مسبوق لهيمنتها على العراق. الكاتب يشير إلى أن شريحة كبيرة من العراقيين كانت ترى في الصدر ليس فقط ممثلها السياسي والمجتمعي بل وحتى الخلاصي، لكن اليوم تخطت الاحتجاجات الشعبية صور الأشخاص وتأثيراتهم، لذلك فإن الحالة الصدرية تمر بأزمة تكاد تكون الأصعب والأكثر ألماً في تاريخها، وستؤثر حتماً على حجم موقعها في الحياة السياسية. كان مقتدى الصدر يحرج خصومه بتقلباته غير المتوقعة، فإذا به من خلال انقلابه الأخير يخرج نفسه من السباق ليتخلى عن كونه رقما صعبا يحيط به الغموض، ليصبح عرضة للتهميش ورمزا للخيانة بالنسبة للمحتجين، وهو ما ستجد فيه الأحزاب الموالية لإيران مناسبة لتأكيد سلامة رأيها به. هذا ما أشار إليه فاروق يوسف في مقاله الذي نشرته صحيفة العرب اللندنية. لقد صدق الصدر أن إيران قد تبنته أخيرا، بالرغم من أنه لم يكن عدوها إلا على مستوى الشعارات المجانية. فلو كان عدوها لما جعلته يرفل بجزء كبير من ثروات الدولة العراقية من خلال الوزارات التي هي من حصته. فالصدر كان واحدا من أكبر المساهمين في حفلة الفساد التي شهدها العراق عبر 16 عاما الماضية. مقابل الرضا الإيراني كان على الصدر أن يقوم باحتواء الاحتجاجات، وهو ما تعهد به من خلال التشويش على تلك الاحتجاجات بتظاهرات تطالب برحيل القوات الأمريكية عن الأراضي العراقية، وهو مطلب الأحزاب الموالية لإيران بعد مقتل قاسم سليماني. أما حين فشل ذلك الرهان فقد جن جنون الصدر، ذلك لأنه أدرك أن المركبة تغرق. كان انفصاله عما جرى من تحولات منذ بداية أكتوبر سبباً في عماه الذي قاده إلى اتخاذ قرار لم يكن صائباً. لقد اعتقد أن في إمكانه احتواء الاحتجاجات، ومن ثم العمل على تفتيت وتشتيت مظاهرها وصولاً إلى إنهائها، غير أن صدمته كانت مدوية حين اكتشف أن ما تصوره يسيراً هو أصعب بكثير من إمكانية الوصول إليه، حتى بعد أن غامر علناً بسحب أعوانه من ساحات التظاهر. الكاتب يقول إنه من وجهة نظر الإيرانيين كان ضرورياً أن يعود الصدر إلى ساحة التظاهر بوجه مختلف، وهو الوجه النقيض للمعارض، بحيث يبدو كما لو أنه يمثل الأحزاب الموالية لإيران، وكان في ذلك مقتله. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن صفقة القرن التي كشف عنها ترامب ونتنياهو هي حملة علاقات عامة وليست خطة سلام،
ورأت الصحيفة في مقال للكاتب ماكس بوت أن الرئيس في ورطة سياسية ينظر إلى السياسة الخارجية من أجل إلهاء، وأنه ليس من قبيل الصدفة أن يحدث كل هذا أثناء محاكمة عز الرئيس. فترامب يقدم نفسه كمحرض حرب وصانع سلام في آن واحد معا حسب الكاتب. الكاتب يقول إنه في حين أن الرئيس ترامب يستطيع بلا شك أن يأمر بقتل أحد قادة العدو، إلا أنه لا يستطيع بمجرد فرقعة أصابعه أن ينهي صراعا طويل الأمد كالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ترامب لا يحاول في الواقع بجدية القيام بذلك، إذ إن ما أميط اللثام عنه لم يكن سوى مجرد حملة علاقات عامة وليس خطة سلام. ويستطرد الكاتب قائلا عندما تصنع سلاما عليك عادة أن تفعل ذلك مع أعدائك، لكن الأشخاص الوحيدين الذين كانوا موجودين في البيت الأبيض كانا ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم يكن هناك أثر لممثل فلسطيني، ويبدو أنه لم يستشر أحدا من الفلسطينيين عند وضع هذه الخطة. ورأى الكاتب أن خطة السلام هذا تميل بشدة لصالح إسرائيل لدرجة أنها لابد أن تمثل رافعة لكل من نتنياهو وترامب بين الناخبين المحافظين في بلديهما أثناء مواجهة إعادة انتخابهما، وربما هذا هو ما يعنيه ترامب بوصفه لها بأنها مكسب للجميع. ونبه الكاتب إلى ضرورة قراءة التفاصيل الدقيقة في نسخة خطة السلام المطبوعة، خاصة الصفحة 34، لمعرفة أن التزام ترامب بالدولة الفلسطينية مشروط بشروط لن تستوفى أبدا. وختم الكاتب بالقول إن الخطة تتضمن خريطة مفاهيمية لدولة فلسطين المستقبلية التي كأنها تبدو كأنها دائرة انتخابية غير واضحة الحدود لصالح طرف على آخر، وليست دولة مكتفية ذاتيا. رأت صحيفة التايمز البريطانية في افتتاحيتها أن خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء ليست واقعية، وتشير الصحيفة إلى أنه على جانبي الجدار الذي يصر السياسيون على أنه ليس جداراً، الذي يمثل الحدود التي يصرون على أنها أيضاً ليست حدوداً، فقد تعثر الإيمان بدولة فلسطينية مستقبلية قد تكون متناغمة مع دولة إسرائيلية. والآن يأتي دونالد ترامب مدعياً أنه قادر على كسر الجمود بصفقة القرن، وهو بالتأكيد مخطئ. الصحيفة تقول إن الخطة تمنح إسرائيل السيادة على الحرم الشريف وضم ثلث الضفة الغربية بما في ذلك المستوطنات ووادي الأردن، وسيحصل الفلسطينيون على أراض بديلة واستثمارات في الضفة الغربية وحكم ذاتي على دولة منزوعة السلاح. وهناك مقترح حالم حول عملية وصل بين الضفة الغربية وغزة، ووعد ترامب بعاصمة فلسطينية في القدس، مع أنه تحدث عنها بصفتها عاصمة موحدة لإسرائيل، ولا يمكن تصديق كلامه. وتنوه الصحيفة إلى أن ترامب قال إن الفلسطينيين سيقبلون بالخطة وبأن عددا من الدول العربية تدعمها. صحيح أنه كان من بين الحضور عدد من سفراء الدول العربية، لكن الملك الأردني عبد الله الثاني الذي كان حضوره ومشاركته مهمان أكد أنه لن يقبل بها أبدا. وزعم ترامب أن العالم سيقف وراءه، وترى الصحيفة أنه دون مشاركة الفلسطينيين بها أو موافقتهم عليها فإن الخطة لن تتناسب بسهولة مع السياسة البريطانية وتلك التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، ويمكن اعتبار الخطة مجرد لفتة من الرئيس الأمريكي لنتنياهو الذي يقاتل من أجل مستقبله السياسي، وتلاحقه تهم فساد ورشوة، حيث تم توجيه التهم رسميا له يوم الثلاثاء أي وقت إعلان الخطة.
وتختم التايمز افتتاحيتها بالقول إن خطط الضم التي رحب بها نتنياهو وجينتس ستجد صعوبات في المحاكم الإسرائيلية. وحاول رؤساء أمريكا كلهم طوال العقود الثلاثة الماضية وفشلوا، ويبدو أن ترامب يمشي على خطاهم. الاحتفال الذي أقيم في البيت الأبيض أمس الأول لإعلان صفقة القرن كان في الشكل مهرجان تصفيق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أما في المضمون فكان إعلاناً عن صفقة ميتة تنتهي في مقبرة التاريخ كواحدة من أسوأ المبادرات لحل القضية الفلسطينية. صحيفة الخليج الإماراتية تقول في افتتاحيتها إن هذه الصفقة ربما تكون رب ضارة نافعة لتوحيد الفصائل الفلسطينية من أجل مواجهة هذه الصفقة. تمخض الجبل فولد فأرا، وكانت الصفقة إعلانا أمريكيا صارخا عن دعم نظام إرهابي عنصري توسعي لا مثيل له في التاريخ. لكن حسنا، رب ضارة نافعة، فقد تبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض وأصبحت الأمور واضحة، فلم يعد أمام الفلسطينيين أصحاب القضية الكثير من الخيارات بعد أن قدم ترامب فلسطين هدية لنتنياهو، لعلها تعينه في انتخابات قد تحدد مصيره السياسي والشخصي، ولعله هو ينال رضا اللوبيات اليهودية والمسيحية المتصهينة في انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني المقبل، فيجدد للمرة الثانية وحده الشعب الفلسطيني الذي يكتوي بنار الاحتلال، يعرف كيف سيواجه هذه الصفقة، ووحده يعرف الطريق إلى فلسطين. لعل القيادات الفلسطينية التي انتظرت طويلاً إعلان الصفقة أدركت الآن أن صراعاتها وخلافاتها كانت سبباً في التجرؤ على قضيتها، وأنه لا بد من وضع حد لكل الخلافات فوراً، وتوحيد الصف والموقف، ووضع خريطة طريق يتم فيها استنفار كل الشعب الفلسطيني ووضع كل طاقاته وإمكاناته للدخول في مرحلة جديدة من الصراع لحماية وجوده وحقوقه، تستخدم فيها كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والنضالية المختلفة للتعامل الفعلي والصحيح مع مفاعيل هذه الصفقة. الصحيفة ترى أنه لا يمكن إجبار الشعب الفلسطيني على قبول حل ينال من حقوقه المشروعة في الصفقة تمت بين طرفين وفي غياب أصحاب القضية، وموافقتهم تعد شرطا ضروريا لنجاحها، وإلا ستظل حبرا على ورق، خصوصا أن الطرف الإسرائيلي لا يمكن الوثوق به أو بتعهداته. أعلن علماء صينيون في جامعة أنهاي الطبية عن ابتكارهم طلاء جديد يقي الأسنان من التسوس ويساعد على استعادة صحة الأسنان بحسب ما نشرته صحيفة القدس العربي. ونجح العلماء بابتكار طلاء أساسه المضاد للتسوس H5 البيبتيد الذي تنتجه الغدد اللعابية، حيث تمنع هذه المادة الجديدة البكتيريا من استيطان سطح الأسنان وتخفض نسبة تضرر من الأسنان وتعمل على وقايتها. وقد أظهر اختبار هذا الطلاء على الأضراس أنه يمتص من قبل الأسنان بشكل أفضل، ويكافح الميكروبات فترة أطول، ويحمي الأسنان من التسوس. وعند وضع طبقة سميكة بصورة دورية فإن الميكروبات تموت قبل وصولها إلى مينة الأسنان. وقد أطلق العلماء على ابتكارهم اسم الطلاء البيبتيدي، وهذا الطلاء لا يعالج الأسنان ولا يملأ فراغات التسوس، ولكنه يقضي بنجاح على مسبباتها. ووفقا للعلماء سيصبح هذا الطلاء قريبا كما عجين للأسنان من المستحضرات الإلزامية للحفاظ على صحة الأسنان. والآن نتابع وإياكم فقرة الكاريكاتور.
وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.